أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد انتهى من بيان التمهيد الذي ذكره المصنف، ووصل الحديث فعلا إلى بحث وهو بحث الدلالة. وبدأ المصنف هذا البحث بتعريف الدلالة، وذكر مثالا أن الإنسان إذا سمع طرقة على الباب، ذهن الإنسان مباشرة من سماع صوت طرقة الباب ينتقل تلقائيا إلى أن هناك شخصا عند الباب يدعوه. السبب كيف الإنسان ينتقل من الصوت إلى وجود شخص يدعوه؟ قالوا لأنه هذه الطرقة، يعني هذه صوت الطرق على الباب، تكشف عن وجود شخص، أو كما قال المصنف يدل على وجود شخص. فإذا نفس الطرقة، طرقة الباب دال، ووجود الشخص المدلول، الشخص الطارق الداعي مدلول، وهذه العلاقة بين الدال والمدلول، علاقة الربط بين الطرقة وبين الطارق، هي تسمى بالدلالة. فالدلالة كما عبر المصنف هي كون الشيء بحالة، إذا علمت بها، يعني إذا علمت بحالة هذا الشيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، أو حالة ذهنية تربط بين العلم بوجود شيء ووجود شيء آخر تسمى الدلالة. هذا أول. هذه الدلالة تختلف بسبب طبيعة الدال. تارة الدال كالطرقة، تارة الدال صوت إنسان، تارة الدال مثلا دخان يخرج من البيت. دلالة كل واحد من هذه الأمور قد لا تختلف في النتيجة، ولكن طبيعة الدال مختلفة. فبعض الدوال، الطرقة أو الصوت أو الدخان أو غير ذلك، أو إشارات المرور مثلا، هذه بعض الدوال مرتبطة بشيء، البعض منها مرتبط بحالة لا يمكن فيها الانفكاك وتسمى العلاقة الذاتية. ويسميها المناطق الدلالة العقلية. فيكون وجود أحد الأمرين دالا على وجود الآخر، خلاص مرتبطا بوجود، ذاتان مرتبط. حتى لو لم تحصل حالة الانتقال، الصوت من بعيد من دون أن نفهم ما هو
دال على وجود صاحب الصوت. بغض النظر عن الشيء الذي يقوله، بغض النظر، لأن هذه العلاقة علاقة أثر ومؤثر، فسميت ذاتية وسميت الدلالة دلالة عقلية. ومن الطبيعي أن تكون حالة الأثر والمؤثر عن طريق اللفظ، وقد تكون ماذا؟ عن طريق غير اللفظ، كالدخان. الدخان يخرج من بيت فلان فيدل ماذا؟ على احتراق البيت أو احتراق شيء في البيت، هذا غير لفظ، فهذه دلالة عقلية، إما لفظية كما لو كانت دال كالصوت لفظية، وإما غير لفظية كما لو كانت دال من قبيل الدخان. هذا أولا. ثانيا، قد يكون طبيعة الدال مرتبط بطبع الإنسان، كما لو طبعا هذه العلاقة لا تختلف ولا تتخلف، لأنها علاقة تربط بين الدال والمدلول من حيث ذات الدال والمدلول، لا تختلف ولا تتخلف. قد لا يحصل انتقال، نعم، عند الإنسان الجاهل غير الملتفت، ولكن في الواقع الخارجي لا يمكن أن يكون الدخان خارجا من بيت زيد من غير أن يكون قد احترق فيه شيء، لا يمكن أن يكون هذا الصوت من بعيد ليس له مصوت، ليس له سبب، لا يمكن. سواء انتقلنا، نحن قلنا لابد من أو لا، لم ننتقل، انتقلنا أو لم ننتقل، القضية لا تقل. هذا الأول. أما طبيعة الدال للثاني المرتبط ماذا؟ بطبع الإنسان أو طبع الدال كما يقول، فهذا يختلف من شخص لآخر. طبيعة بعض الناس إذا كان قلقا أن مثلا أن يحرك أصابعه أو ما شابه، أو يعض مثلا شيء، أو يلعب مثلا بوجهه، أو إذا كان يفكر يضع يده هكذا، أو إذا كان يشعر بالألم يضع يده هكذا، أو إذا شعر بالأمي تصدر منه ماذا؟ أصوات، يقول آه، يقول آه. فإذا كان الصادر بحسب طبيعة الدال الطبيعي هو لفظ، فتكون الدلالة طبيعية لفظية، وإن لم يكن الدال الطبيعي مرتبطا باللفظ فتكون الدلالة الطبيعية غير لفظية، كما في دلالة كثير من الأشياء، واحد يفرقع الأصابع، واحد يثاوب مثلا دليل على أنه مثلا نعسان وما شاكله ذلك. هذه العلاقة وهذا الدال ليس مرتبطا بوجود السبب حتى لا يختلف ولا يتخلف، فإن بعض الناس مثلا إذا وضع في جو محرج يصبح أحمر اللون، بعض الناس اللي هو مثلا يقولون خلاص وجهه لا يشقه السيف، هذا لو ضعته في أحرج المواقف تراه ماذا؟ تراه لا
تتحرك مشاعر. طبيعة بعض الناس إذا خجل أن يتعرف، أن يخفي وجهه، أن يحمر وجهه، إذا خاف أن يصفر وجهه. بعض الناس لا، قد طبيعة بعض الناس إذا كان عنده شعور بالألم أن يقول آه. بعض الناس قد لا يقول هذه، يراها صعبة. إذن فهذه الدوال، فهذه الأشياء صحيح هي تحصل لعموم الناس، لكنها قد تختلف وقد تتخلف. عليكم السلام. تختلف لأنه كل واحد قد يعبر بطريقته. واحد يضربونه ضربة يصدر منه صوت، واحد آخر يضربونه نفس الضربة يصدر منه صوت ثاني، فإذا تختلف وقد لا تتخلف. يجي واحد يضرب لواحد يصرخ، واحد الثاني يضربونه قد يسكت، بدل ما يصرخ قد يضربك، فإذن قد يتخلف أصلا ما يصدر. هذا هو الطبيعة الدال للثاني. أما الدال للثالث فهو الوضع. الوضع هذا يعني الاتفاق بين الناس على أنه بعض الإشارات عندما توضع تكون ماذا؟ دالة على معنى من المعاني. علامة مثلا هكذا هذه أكبر من، علامة هكذا مثلا أصغر من، علامة التساوي معناتها شيء هذا يساوي هذا. فإذا كان الشيء المستعمل لفظا صارت الدلالة ماذا؟ لفظية. ولكن من التواضع والاتفاق فتسمى بالدلالة الوضعية. فإذا كان الدال الموضوع لفظا فهي دلالة وضعية لفظية، وإن لم يكن لفظا كما لو كان رمزا ماذا تقول؟ دلالة وضعية غير لفظية. هكذا طبعا هذه الدلالة الوضعية اللفظية لا تتخلف عند من يعلم بالتواضع، ولكن الذي لا يعلم بالتواضع أو الذي لا يقرأ ولا يكتب فهي إذن ليست منضبطة، ليست منضبطة. هكذا. أما الدلالة الأولى فهي منضبطة، لكن غاية ما في الأمر أن الانضباط في قضية الدلالة هل هو مرتبط بطبيعة الدال والمدلول، العلاقة التي تربط بينهما خارجا، أو لا، هو أمر مرتبط بطبيعة الدال والمدلول بحسب التواضع أو بحسب الطابع؟ لابد، لأنه قد يقول البعض بأنه حتى الإنسان الذي لا يعرف بوجود التواضع والاتفاق هذا مشمول، ولا غاية ما في الأمر أن شرط الانتقال من الدال إلى المدلول غير متحقق. وهذا الأمر كما يحصل في الدلالة الوضعية سواء كانت لفظية أو غير لفظية، قد يحصل أيضا في الدلالة العقلية سواء كانت لفظية أو غير لفظية، كذلك يحصل في الدلالة الطبيعية سواء كانت لفظية أو غير لفظية. إذن فهذا التخلف مرتبط بدرجة أكبر بالمحور الذي تدور بسببه الدلالة. هل القضية مرتبطة بطبيعة الدلالة أو مرتبطة بذات الدال والمدلول أو مرتبطة بطبيعة نفس الدال؟ هذا هو الذي يجعل هناك فرق بين هذه الدوائر. على كل حال هذا يحتاج إلى وقوف، لأنه
كلام المصنف هو غير المصنف أيضا ممكن المناقشة فيه بشكل واضح. نقرأ هذا المقدار. قال: إذا سمعت طرقة بابك، ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك. شخص سمع طرقة الباب، وين ينتقل أنه بالوراء على الباب شخص يدعوه، لذلك يقوم يفتح الباب. وليس ذلك، هذا ليش الإنسان يتأثر به هذا الحدث؟ لماذا؟ يقول: وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة، طرقة الباب، كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده، حتى يرتبط بالبحث. إذن طرقة الباب دال، ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة، هذه العلاقة الرابطة بين الطرقة والطارق ووجود الطارق، الصفة وهذه الصفة التي حصلت للطرقة تسمى دلالة. علاقة كما يقولون ذهنية تربط بين الدال والمدلول. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر، ماذا نسميه؟ قال: نسميه دالا، والشيء الآخر الذي تنتقل إلى وجوده مدلولا، وهذه الصفة التي حصلت دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. هذا هو التعريف، أو نقول كما عرف البعض: علاقة ذهنية تربط بين الدال والمدلول، علاقة ذهنية حاصلة بين الدال والمدلول. إذا علم الإنسان بالدال انتقل إلى المدلول. قال: لا شك. هسه هنا كما يقولون وقوف على المبادئ، لأنه هذا الانتقال، هذا الانتقال وحصول الانتقال من مكان إلى آخر، ماذا يكون؟ لا بد أن يكون لسبب من الأسباب، وإلا الإنسان ينتقل من طرقة الباب إلى وجود شخص، ما علاقة هذا طرقة باب، ما علاقتها بالشخص؟ قال المصنف: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، كل أمر حادث يحتاج ماذا؟ إلى سبب. وهذه الطرقة هي أمر حادث، وتعود الإنسان وعاش الإنسان واعتاد الإنسان على أنه إذا أراد الدخول إلى مكان ماذا يصنع؟ يضرب الباب، يطرق الباب. فعلق في ذهني من عاش معه في هذا الجو الاجتماعي على أن من يطرق الباب يدعو صاحب البيت إلى ماذا؟ إلى فتح الباب، إني قادم فافتحوا لي الباب. هكذا. قال: وليس ذلك وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن. من وين علاقة رسخت في الذهن؟ من وين؟ لماذا لا يوجد علاقة بين وجود هذه الحاجة أمامي وبين الشخص على الباب؟ لماذا؟ قال: وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. ما هو السبب؟ قال: وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. إما
لأن وجود أحدهما لا ينفك عن وجود الآخر، كما في العلاقة الذاتية بين الدال والمدال. وإما أن طبيعة الإنسان تقتضي أنه إذا كان يتألم فإنه يقول كلمة أو بعض الكلمات كما في الدلالة الطبيعية، وإما أن يكون حصل اتفاق بين الناس على أنه يوجد عندنا ألفاظ إذا استعملت فهي دالة على المعاني الفلانية، أو عندنا رموز كما في الرياضيات، عندنا رموز إذا استعملت فلها معان خاصة، فعلامة أكبر من تكتب بكذا، علامة أصغر من تكتب، علامة الفي الضرب، علامة الجمع، علامة الطرح، علامة المساواة، وهكذا كما في الدلالة الوضعية. لذلك والاختلاف، يعني وبسبب الاختلاف، والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية في العقلية أو طبيعية في الطبيعية أو بوضع واضع في الوضعية وجعل جاعل، قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية، أو كما قال وطبيعية ووضعية. سنعرف سبب تعبير المصنف طبيعية بالنسبة إلى الطبع، يعني طبيعية طبيعية، ما أعرف قصة تعبير دقيق نحونا دقيق يعني اشتقاقا أو لا. ما على كل حال، الدلالة الأولى الدلالة العقلية، في بقية الكتب يكتبون طبيعية. قال: وهي فيما إذا كان الدال، فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي. سابقا ذكرنا يعني شنو الوجود الخارجي. هذا الوجود الذي تترتب عليه الآثار، هذا وجود ثقل بي إلى مكان إلى حيز هكذا إلى لون، كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار، وين يروح؟ خلاص، يقول خلاص طلع الصبح، ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا. فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية بسبب ماذا؟ العلاقة الذاتية، الملازمة الذاتية بين وجوده ووجودها. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم، شخص يتكلم برا، من يدري هذا؟ من وراء جدار، فعلمنا بوجود ماذا؟ متكلم. ما واحد بالليل بالظلمة وسمع واحد يتكلم، ماذا يحصل عنده؟ اعتقاد بأن هناك شخص صاحب صوت. هسه قد يكون أحيانا الكلام غير واضح، أو يسمع حركتين مثلا في الحشائش في الزرع، ماذا يشعر؟ بوجود شيء حي، قد يكون إنسانا قد يكون حيوانا، لكنه يعلم بأن هذا الصوت هذا الأثار لا بد له ماذا؟ من سبب. هذا الأول. الثانية الدلالة الطبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان. وقد يتخلف ويختلف طبعا بالنسبة للدلالة العقلية، ما تعرض لقضية الاختلاف، لأنه هذه بعد ارتباط ما بيتخلف، أثر ومؤثر.
فلا يوجد مجال للتخلف ولا للاختلاف. نعم، إذا جعلنا الانتقال يدور مدار العلم لا مدار الخارج، نعم قد يحصل تخلف العقل، حتى في العقل قد يحصل صوت واحد ما ينتقل أو ما ينتقل ذهن، أو واحد إدراكته على قد إدراكه، شوف الدخان ما يهتم ما ينتقل. وأحيانا بعض القضايا لعل الانتقال إليها ليس سهلا، يحتاج إلى فطنة. هكذا قال: لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر. ما ذكره بالدلالة العقلية، هنا ذكره بالمقارنة. قال: لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف، يقصد خارجا، لأنه إذا قصد ذهنين لا، القضية ماذا؟ لا، القضية تختلف، لأنه قد يحصل ماذا؟ العلة والمعلول موجودان في الخارج والإنسان لا ينتقل، يحصل ذلك بشكل طبيعي. وأمثلة ذلك كثيرة اللي هو الطبيعية، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول آه عند الحس بالألم، أو آه عند الوجع أو التوجع، وأوف عند التأسف والتضجر، يعني من الضجوة هكذا. ومنها اقتضاء طبع بعض الناس أو البعض أن يفرقع أصابعه هكذا فرقع، أو يتمطى هكذا، من يحس بالتعب يتمطى يتحرك حركات دليل على شنو؟ أنه يشعر بالتعب، أو يستاءل، أو يلعب بلحيته، أو يلعب بشعره، أو يلعب بهكذا حركات تسويها تدل على مدلول ينتقل إليها ذهن الإنسان، أو يتمطى عند الضجر والسأم، أو يعبث بما يحمل من أشياء، أو بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه هكذا عند التفكير، أو يتثأب عند النعاس، يتثاوى عندما يكون في حالة النعاس. الإنسان الذي يعلم أن مثل هذه الأشياء إذا حصلت فهي دالة على وجود حالة أخرى غير مرئية ينتقل مباشرة. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم. وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم أنه في حالة ماذا؟ في حالة تفكير يفكر. وهكذا الثالث، القسم الثالث، الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح، اتفاق، التواضع والاصطلاح الاتفاق على أن يكون على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، كلمات يعني، كإشارات الأخرس عندما يتكلم، وإشارات البرق واللاسلكي، هاي نعبرها لغة المورس مثلا، هاي اللي كانت سابقا تستعمل، والرموز الحسابية، أكبر من أصغر من، يساوي، مثلث، مربع، دائرة، كل هاي داخلة، والهندسية، ورموز سائر العلوم، والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد الناس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة، بوجود ملازمة بين هذه الأشياء ومداليلها، ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول، بس يعلم. هل يمكن أن لا ينتقل؟ نعم، إذا لم يكن
عنده علم بالملازمة. سؤال قد يطرح في البحث، ثم بعد ذلك ندخل في البحث الجدي، ينتهي الحد الدرسي هذا. سؤال أنه هل كان المصنف يهدف من خلال هذا الطرح للدلالة أن يبين لنا هذه الأقسام الثلاث، لأنه بحاجة إلى هذه الأقسام بشكل متساوي، أم أنه كان يريد أن يصل إلى بيان قسم من هذه الأقسام الثلاث وذكر البقية استطرادان؟ لأنه قد يقول البعض ماذا؟ قد يقول البعض إن المنطق لا علاقة له بهذه الدلالة، وإنما علاقته ماذا؟ ببعضه. الجواب: لم يكن المصنف يريد من هذا الذكر أن يكون مقصودا بذاته بأن يذكر جميع أقسام الدلالة ويبين ما فيها، ولكن لأنه يعلم أن الدلالة ليست مختصة بالدلالة الوضعية عمد إلى بيان جميع الأقسام وبيان خصوصياتها، وعقد مقارنة بين بعضها البعض. وإلا هدفه من هذا البيان كما سيقول بعد ذلك أنه الدلالة الوضعية اللفظية، حتى الوضعية غير اللفظية لا يدري. هكذا. وهذا الطرح هو طرح ماذا؟ طرح في طريق الوصول إلى الغاية كما يقولون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.